طبعا بالنسبة للنقاش اليوم، نقاش عمومي داخل المجتمع المغربي حول تعديل مدونة الأسرة. الحركة النسائية اليوم كتنادي بتعديل جذري عميق وشامل لمدونة الأسرة، طبعا من بعد أكثر من 18 سنة من تطبيق هذه المدونة. ظهر بأنه كاين هناك مجموعة ديال النواقص بالنسبة للمقتضيات القانونية اللي تضمن خاصة الفئات أو الطرف الهش في هذه المدونة اللي هما النساء والأطفال خاصة في الأسرة المغربية. وبالتالي مفتوح هذا النقاش داخل المجتمع المغربي، وخاصة اللي حيا هذا النقاش بشكل كبير وعطاه دفعة هو الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش. طبعا النقاش حول مدونة الأسرة، حول أوضاع الطفل، حول مساحة الفضلة للطفل، حول حقوق النساء إلى غير ذلك، هو نقاش قديم حديث يعني، ونقاش اللي سيستمر مع التحولات اللي كيعرفها المجتمع، يعني مسألة اللي طبيعية. الإشكال هو أنه من بعد يعني 2004 اليوم بعد 18 سنة كما كنقولوا هذا قانون اللي بلغ سن الرشد، وبالتالي خصنا نضرب في مجموعة ديال المقتضيات باش يمكن هذا القانون يساير الدستور المملكة ويتلائم، لأنه صدر سابق على الدستور ديال 2011. دستور 2011 كيتكلم على الفصل 19، كيتكلم على المساواة بين النساء والرجال إلى أي حد في مدونة الأسرة، كاين ضمان هذا المبدأ ديال المساواة، لأن احنا كنطالبوا بمدونة فيها المساواة بين الطرفين. المساواة على مستوى مقتضيات المتعلقة بالزواج، ولا على مستوى المقتضيات المتعلقة في الطلاق والإجراءات وممارسة الزوج والزوجة لهذه الإجراءات وهذه الحقوق إلى أي حد كاين هناك مساواة بين هذه الأطراف. كاين كذلك المقتضيات المتعلقة بحماية الأطفال، مصلحة الفضلة للطفل. يعني ملي كنشوفوا إشكالات كبيرة في إثبات النسب بالنسبة للأطفال، وحنا الفصل 32 من الدستور يتحدث عن ضمان حقوق الأطفال، مصلحة الفضلة للطفل، يعني أقولها وغادي نبقى نعاودها، مسألة اللي غير مقبولة اليوم أن قضاتنا يبدأوا يصدروا أحكام فيهم مس بكرامة الأطفال. فاش كنعتو الطفل بابن زينة، وهذا الطفل غدا يكون أب ويكون إطار داخل المجتمع المغربي، يكون مسؤول في الدولة وعنده حكم قضائي في ابن زينة، مسألة غير مقبولة اليوم. وحنا دولة اللي صادقت على الاتفاقية حقوق الطفل منذ 1993. الإشكال كي بالإضافة لما هو موضوعي في مقتضيات مدونة الأسرة، كاين كذلك ما هو إجرائي، مجموعة ديال الإجراءات اللي خصها تضمن واحد النجاعة بالنسبة لمدونة الأسرة، باش ما نبقاوش نحتكموا القواعد العامة ديال القانون المسطرة المدنية اللي فيها أحيانا واحد النوع ديال تمطيد المساطير والوقت الهدر الزمن ديال القضائي اللي كيترتب عليه هدر ديال حقوق خاصة النساء والأطفال. وبالتالي خص إجراءات اللي مضمونة فيها السرعة وفيها النجاعة والإفكاسيتي، باسكو هذا الحياة اليومية ديال الإنسان، الأسرة، قضاء الأسرة، هو واحد المحكمة اللي فيها ما يتعلق بنفقة، بالمعيش ديال الناس، بالسكن ديالهم، بالتمدرس ديالهم، بالصحة ديالهم، يعني خص فيها مساطير أو إجراءات مسطرية اللي كتضمن أنه أحيانا كتلقى حكم قضائي جيد، ولكن كتعطلنا المساطير الإجرائية من أجل تفعيله وتنفيذ دياله. المضامين ديال مدونة الأسرة كثير، فيها أنواع الطلاق اللي متعددة، وما بقاش عندنا مجال اليوم ونحن نتكلم عن حل رابطة الزواج اللي هي الطلاق، واللي خص تحضر فيها، لأنه إذا كان الزواج واحد الميثاق كما قلنا ديال ترابط وتماسك شرعي بين امرأة، هذا الشيء في الوقت اللي كي يتفك
هاد الرابطة هذه كتولي تصرفات مدنية، لأنه نتحدث حينها عن مسؤولية والتزامات كل طرف في النفقة وفي السكن وفي تمدرس الأبناء، كتولي هذه التزامات مدنية، وبالتالي الذي يحكم هذه الالتزامات هو مبدأ سلطة الإرادة في القانون المدني. يعني هاد الناس بجوج منين اتفقوا أو ما اتفقوش يفكوا هاد الرابطة الزوجية، خصنا مقتضيات اللي كتنظم هاد الشيء. مثلا نعطيك مثال تونس، تونس فيها ثلاثة الأنواع ديال الطلاق، بينين يا إما متفقين على الطلاق وكيمشي وضعوا طلب اتفاقي، يا إما غير متفقين. وفي حالتين مثلا كتمشي الزوجة كتطلب حال شكل الطلاق الشقاق، عندنا هي كتطلب طلاق والقضاء كيحكم لها بالطلاق، ولكن بتعويض الطرف الآخر المتضرر. شي مش كنقول لك التزامات مدنية، يعني الإنسان الذي يتضرر كيطلب التعويض. باش نبقاو نتحدثوا حنا علاش حاجه سميتها المتعه، هذه فيها الاهانه للنساء، لانه اذا كنا كنطلبوا بالمساواه فكنظن نفرض فينا بعض الامور ما نبقاوش نطلبوا بها نحن كنساء حداثيات ديمقراطيات، لان هذيك المتعه في الاصل فيها ومتعوهن كتفسر الان في وكيتم تفعيلها قانونيا على انه اداء واحد التعويض على الاستمتاع بهذيك المراه، وهذه فيه اهانه. يعني هذا الهدر ديال الانسانيه ديال الانسان والانسانيه ديال النساء. بالتالي هذه المسائل خصها تتجوز، لان منين كنقولوا فك الرابطه، يعني هذا مساله اللي من حق كل طرف في العلاقه الزوجيه، كترتب عليه ضرر الطرف المتضرر تحكم له المحكمة بالتعويض. يعني هذه مسألة اللي هي مدنيا وكاين المقتضيات القانونية اللي كتأثرها، وبيان العلاقة السببية بين الفعل والضرر والتعويض، هذه مسألة اللي هي جاري بها العمل، وما بقاش المجال أننا نربطوها ببعض الأمور اللي فيها مساس احنا وصلنا في الدستور العديد من الفصول اللي كتضمن الحقوق والحريات ديال المواطنين والمواطنات. هي طبعا لانه دائما كانت الحركات النسائيه هي التي تقود هذا، وماشي غير في المغرب، هذه في العالم ككل الحركات النسائيه اللي هي اللي كتقود التغيير اللي كيحصل فيما يتعلق بحقوق النساء، واللي مرتبط دائما بحقوق الطفل والمصلحه الفضلى للطفل. طبعا الفاعل السياسي عنده حساباته، الاحزاب السياسيه عندها حسابات سياسيه، ماشي هو الحساب اللي عند الفاعل المدني والحركه النسائيه، لانه انا كحركه نسائيه كحركه جمعويه مدنيه كندافع على حقوق الانسان ديال فئه معينه، وبالتالي كربطها انا بمنظومه حقوق الانسان والاتفاقيات اللي مصادق عليها المغرب واللي كتضمن هذه الحقوق، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، والبروتوكولين الاختياريين ديال هذا العهد، اضافه الاتفاقيه الدوليه سيدا لمناهضه العنف ضد النساء. يعني كل هذه فيها واحد مجموعه ديال الحقوق اللي خصها تكون ملائمه في القوانين الوطنيه، لان احنا مصادقين على هذه الاتفاقيات وخص الملائمه، ومن داخل الدستور المغربي اللي هو قال لنا في الديباجه ديالو على اساس ان سمو القوانين الاتفاقيات الدوليه على القوانين الوطنيه، الاتفاقيات اللي احنا مصادقين عليها واللي هي منشوره طبعا في الجريده الرسميه. وبالتالي اليوم الفاعل المدني عنده الحرية أكبر في أنه يتحرك طبعا ويدفع للأمام من أجل فتح هذا النقاش العمومي، أولا من أجل تحصيل المكتسبات اللي جات بها مدونة الأسرة ديال 2004، اللي هي أول شيء هو رفع القدسية على هذا القانون، هذا مشيو لقانون ككل القوانين ينظم العلاقات داخل المجتمع بين أطراف معينة ويضمن الحقوق ديالهم. ثانيا تحصيل المكتسبات، ثانيا الدفع من اجل تغيير بعض المقتضيات اللي ما بقاتش مقبوله اليوم بعد دستور 2011 في المجتمع ديالنا المغربي. المجتمع اليوم ما بقاش قابل لتزويج الطفلات، احنا كنعتبروه اغتصاب للطفوله، الطفله دون سن 18 ما كان هو المدرسه، ما كان هو المدرسه. اذا كانت الدوله ما عندهاش الامكانيات او لا ما كيناش اراده سياسيه حقيقيه لتوفير
المقعد المدرسي وتوفير طريق المسلك في البادية وفي المدشر باش هاد الطفلة تمشي تقرا، ما نحملوهاش هي المسؤولية ونزوجوها قبل 18 سنة ونعطيوها مسؤولية ديال الطفلة كتحمل مسؤولية ديال الأطفال. زعما واش حنا كنضمنوا، واش حنا الآن كنفكروا في مستقبل ديال المغرب من هنا ل 21 25 سنة، أو لا باقيين كندبروا بالشكل اللي كان المغرب كيدبر من بعد الاستقلال؟ كنظن حال الوقت باننا باغيين نطوروا بلاد وباغيين نتقدموا بها وباغيين اجيال جديده ما تعانيش ما عانته اجيال سابقه. بالتالي كنقول مقتضيات كثيره خصها تغيير جذري وشامل. اما اللي كنخافوا منه هو ان الفاعل السياسي كما قلتي يفكر بداك المنطق ديال الحسابات السياسيه ويتم تعديلات طفيفه على مدونه الاسره. كانت عقدات ندوه عقدتها وزاره العدل واستدعات لها مجموعه الجمعيات الى غير ذلك، ما كانش اشراك الجميع في هذيك الندوات. ولكن انا اللي استغربت هو انه حتى ندوه وزاره العدل جابت لينا واحد الدراسه في بدايه ندوه، دراسه ديال شي خبيره، الخبيره اعتمدت على تجارب دول اسلاميه وبدات كتعطينا يعني تجارب ديال دول اللي حنا في 2004 تقدمنا عليها، وحنا ولينا كنرجعوا نناقشوا بعض الامور اللي ردتنا. انا استغربت باننا ناخذوا النموذج هو التجارب اللي حنا في 2004 تجاوزناها. وبالتالي كنظن حنا من بعد 18 سنه كنظن اعلى سلطه في البلاد عطات الضوء الاخضر باش تعديل ديال هذا القانون في الخطاب ديال عيد العرش. كنظن الحساسيات السياسيه اللي واحد الجانب منها تقليدي ما عنده علاقه لا بدين ولا والو، كاين مجموعه ديال التقاليد اللي سار على المجتمع واللي مجموعه ديال الناس كتبغي تخليها مكرسه مع الاسف اللي ما كتخدمش البلاد، ما كتخدمش تنميه البلاد، لان تنميه البلاد ما يمكنلاش تقوم و 50% ديال الناس ما عايشاش باش تنتج وما عايشاش في يعني في ضمان ديال حقوقها اللي كتيسر لها انها تعيش بكرامه وتنتج كذلك وتساهم في التنميه ديال البلاد، إضافة إلى العنف بجميع أشكاله اللي كتعاني منه النساء واللي كيضعف الإمكانية والقدرة ديالهم على الإنتاج والمساهمة في التنمية. وبالتالي كنقول بأنه حال الوقت لأننا نفكروا تكون عندنا الجرأة أن نصنعوا مدونة أسرة بقضاء أو محاكم مستقلة متخصصة لقانون الأسرة، ماشي أقسام ديال الأسرة تابعة للمحاكم، ولكن لأن ليس فقط الإشكال في القانون، هناك مشكل كذلك في البنية التحتية وهناك مشكل في الموارد البشرية. خصنا موارد بشرية متخصصة في قضاء الأسرة، لأن كيكون فيها عامل نفسي، كيكون فيها مشاكل اجتماعية، كيكون فيها تدخل ديال مجموعة المعطيات الاجتماعية والإنسانية اللي خص إنسان اللي ملم بهذا الشيء كله باش يمكن، لأنه أحيانا مساطير أو دعوة ديال الطلاق كان ممكن تحل قبل ما توصل كاع للمحكمة، كيكون إشكاليات. حنا باقي المجتمع طبعا كاين الاعتبارات ديال الأمية، كاين النمو الديموغرافي وتزادت المساطير الطلاق، كاين مجموعة المعطيات، كاين الناس اللي خصها تكون متخصصة، كاين مؤسسات الوساطه اللي خصها الاسريه اللي خصها تكون فاتحه الباب تحمل هاد المنتخبين اللي كنصوتوا عليهم يتوضع قانون يأطر هادشي، وكل مقاطعه تكون عندها مؤسسه كتستقبل الناس قبل ما يوصلوا للمحكمه، ما غيكونش عندنا هاد الكم الهائل في دعوى الطلاق ودعوى الى غير ذلك في النسب الى غير ذلك. لا دين اللي مازال الناس متحفظين كيقول لك ما يعتمدوش لا دين، والقضاه مازال متحفظين وكتصدر احكام جريئه من بعض المحاكم كوحال طنجة الى غير ذلك، كتوصل لمحكمه النقد وكيتم نقدها رجعنا قبل 2004 مع الاسف. كاين مجموعه ديال المعطيات، ولكن كنظن هذا النقاش غني حيوي داخل المجتمع، لا سواء من الفاعلين المدنيين ولا السياسيين، ما يمكن له ينتج غدا الا قانون اللي غيكون في صالح الاسره في صالح المراه وفي صالح الطفل.